السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدت بلقائكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة أخرى من حصص مادة علوم الحياة والأرض. لكن هذه الحصة ليس درس، ولكن هو عبارة عن دعم ومراجعة لدرس الوراثة البشرية للسنة الثانية بكالوريا مسلك شعبة علوم الحياة والأرض، مسلك علوم الحياة والأرض، وكذلك للسنة الثانية بكالوريا علوم الرياضية مسلك علوم رياضية باء. قبل أن نشرع أعزائي التلاميذ في تذكر ما رأيناه في فصل الوراثة البشرية، نتذكر قبل ذلك رحلتنا عبر الوراثة بدأت عندما تحدثنا وتساءلنا حول الخبر الوراثي، ولاحظنا على أن مجموعة من الصفات الوراثية يتحكم فيها خبر وراثي يوجد على مستوى النواة، على محمول من طرف الصبغيات على شكل مجموعة من المورثات. هذه المورثة يتم تعبيرها، حيث في مرحلة أولى يتم استنساخها على مستوى النواة، ثم يخرج الآر إن الرسول إلى السيتوبلازم ويتم ترجمته إلى بروتين. هذا البروتين هو المسؤول عن الصفة الوراثية التي تنتقل، ولاحظنا أن أي خلل على مستوى المورثة يؤدي إلى خلل على مستوى الصفة، مثلا مرض فقر الدم المنجلي او مرض مثلا المهاق الناتج عن غياب ماده الميلانين، اصله غياب انزيم يدخل في تركيب هذه الماده. ولماذا لا تركب هذه الانزيم او يكون غير فعالا غير وظيفيا؟ نتيجه حدوث طفره على مستوى المورثه. ثم بعد ذلك تساءلنا عن انتقال هذه الصفات، ما هي الآليات وما هي القوانين التي تتحكم في انتقالها، وكان من خلال رأينا ذلك من خلال درس التوالد الجنسي وكذلك القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية من خلال تجارب ماندل، وتوصلنا لثلاث قوانين: قانون الأول، الثاني والثالث. قانون الأول الذي كان فيما يخص السلالتين النقيتين، ثم نقاوة الأمشاج، ثم الافتراق المستقل. هذه الصفات درسناها عند مجموعة من الكائنات الحية، نتذكر ذبابات الخل، الفئران، نبات شب الليل، نبات الجلبانة. لكن الآن سندرس في هذا الدرس كنا درسنا الوراثة عند الإنسان، وكان أول عائق هو هناك صعوبات وهناك بحث عن وسائل هي التي استعملت. إذن سنشرع أعزائي التلاميذ في تذكر جميعا الوراثة البشرية وأهم المفاهيم التي تطرقنا إليها، لكن قبل ذلك نبدأ بالأهداف. أهدافنا خلال هذا الدرس والتي سيتم امتحان فيها خلال دونك هناك تعرف طرق ووسائل دراسة انتقال الصفات الوراثية عند الإنسان، شجرة النسب وخرائط الصبغية، دراسة كيفية انتقال بعض الأمراض الوراثية المرتبطة وغير المرتبطة بالصبغيات الجنسية، وذلك عبر توظيف شجرات النسب وتقنيات رصد المورثات والخرائط الصبغية. كذلك نلاحظ أن عند الإنسان قد نجد أحيانا شذوذات، إذن كيف يتم الكشف عن هذه؟ ما هي هذه الشذوذات الصبغية؟ ما هي عواقبها؟ وكيف يتم الكشف عنها؟ سنبدأ بداية بما هي الصعوبات وما هي الوسائل المستعملة. نبدأ بالصعوبات. تتذكرون جميعا أعزائي التلاميذ أن هناك بين الصعوبات عدم إمكانية إنجاز تزاوجات تجريبية، فالإنسان ليس مادة تجريبية. كذلك طول عمر الأجيال عند الإنسان يصعب من دراسة انتقال الصفات الوراثية عند الإنسان، وما يعرف الخصوبة الضعيفة. كذلك عدد الصبغيات الكبير، لذا يتم استعمال مجموعة من الوسائل من بينها شجرات النسب كما تلاحظون، باستعمال مجموعة من المربعات والدوائر، ونربط بواسطة خطوط. نتمكن أو يتمكن هنا بالأحرى الطبيب في حالة مثلا عندما يكون هناك امرأة حامل وتريد معرفة إمكانيات أو خوف على الجنين، خاصة إذا كان هناك فرد في العائلة مصاب بأحد هذه الأمراض، فيتم إنجاز ما يسمى بشجرة النسب. نعرفها بماذا؟ أنه عبارة عن رسم تخطيطي يمثل المظاهر الخارجية لأفراد نفس العائلة، والذي يجسد انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال باستعمال رموز اصطلاحية. هنا الرموز مربع بالنسبة للرجل، أو نستعمل كذلك
هنا للذكور، وكذلك بالنسبة للإناث نستعمل الدوائر. هنا استعملنا معين مثلا بالنسبة للحامل، ونستعمل مجموعة من الخطوط للربط لنبين العلاقات التي تربط بين الأفراد. هدفها يتم تحليلها بشكل دقيق لمعرفة كيفية انتقال الصفات الوراثية، كما تمكن من توقع احتمالات إصابة الخلف بها عند كل زوجين. الطريقة الثانية هي ما يسمى بالخرائط الصبغية. تتذكرون جميعا أننا هنا نمثل مجموع الصبغيات على شكل أزواج كما تلاحظون. فهنا خريطة صبغية عادية لأي هذه الصيغة الصبغية، لاحظوا هنا إكس وإيكغريك، فهي لذكر للرجل. تمثيل لمجموع، تعريفها تمثيل لمجموع صبغيات الخلية مرتبة حسب قدها من الأكبر إلى الأصغر. تنجز الخريطة الصبغية انطلاقا من صور الصبغيات الاستوائية والتي تكون أكثر وضوحا. هدفها هو تحديد ماذا؟ تحديد التغيرات والشذوذات التي ممكن أن تتضمنها على مستوى هذه الصبغيات، كيف ذلك بمقارنتها مع خريطة صبغية عادية. كذلك هناك وسيلة ثالثة سبق لكم أن تطرقتم إليها، وهي عن طريق ما يسمى بتحليل الـ ADN. هنا نلاحظ خيط الـ ADN، وباستعمال أنظمة الفصل يتم فصله إلى أجزاء تجزئه، بعد ذلك يتم إخضاعه للهجرة الكهربائية التي تمكن من فصله حسب وزنه وكذلك شحنته كما تلاحظون هنا، ويتم مقارنته مع مرجع، مما يمكن من تحديد ما إذا كانت هذه المورثات، هذه الأجزاء تتضمن الأجزاء غير عادية، أو هنا نسميها تقنية رصد المورثات بسوتر بلوت. إذن يمكن التحليل الدقيق للـ ADN من الكشف عن وجود أو غياب بعض المورثات. الآن أعزائي التلاميذ نبدأ نعرج كذلك على دراسة انتقال أمراض وراثية مرتبطة بالصبغيات لا جنسية، ثم ننتقل إلى الجنسية. ماذا نتذكر عندما الصبغيات لا جنسية؟ رأينا أن هناك في حالات ما يكون الحالي المسؤول عن المرض متنحي، وفي حالة ما إذا كان الحالي المسؤول عن المرض سائد. نعم، انظر معي هذه الخريطة الصبغية، عفوا هذه شجرة النسب. ماذا تلاحظون في هذه الشجرة؟ لدينا أبوان كيف هما سليمان، أنجبا ابن وابنة مريضتا، دونك مريضان هنا، الابن مريض والابنة مريضة، لدينا ثلاث أجيال. إذا ماذا نقول عن الحالي المسؤول عن المرض؟ نعم، فهو مرض متنحي، لم يظهر عند الآباء وظهر في جيل الأبناء. إذا نقول عندما نجد فرد مصاب وأبواه معا سليمان، في هذه الحالة نستنتج أن الحالي المسؤول عن المرض متنحي، وبالتالي الحالي العادي فهو سائد. لكن فيما يخص هل هي مرتبطة بصبغيات جنسية أو لا جنسية، نفترض دائما نبدأ بالصبغي الجنسي Y ثم الصبغي الجنسي X، ثم نستنتج إذا لم نجد Y ولم نجد X، نستنتج على أنه محمول على صبغي لا جنسي. نبدأ بـ Y، هل هو مرتبط بالصبغي الجنسي Y في نظركم؟ نعم أم لا؟ لاحظوا على أن يصيب الذكور ويصيب الإناث، وتذكرون أن عند الإناث يوجد 44 صبغي لا جنسي وصبغيان جنسيان XX، في حين عند الذكور XY. إذن Y لا يوجد عند الإناث، ونلاحظ رغم ذلك إصابة الإناث، إذن فهو غير محمول على Y. إذن يدل وجود إناث مصابات على أن الحالي المسؤول عن المرض غير محمول على Y. هل هو محمول على X؟ لدينا الحالي المتنحي، بما أنه متنحي، وإذا افترضنا على أن X هذه الأنثى ستحمل حاليلان مسؤولين على المرض، وتتذكرون يجب أن يكون متشابه الاقتران. المتنحي لا يظهر إلا إذا كان متشابه الاقتران، وبالتالي ستنقل إلى أبنائها الذكور. جميع أبنائها الذكور يجب أن يكونوا مصابون بدون استثناء. أي استثناء يدل على أن المرض، أو على أن الحالي المسؤول عن المرض أو المورث المسؤول عن المرض غير محمولة على الصبغة الجنسي X. ماذا نلاحظ هنا؟ أن هناك ابن سليم
من أم مصابة، يعني أنه غير محمول على X. المرض غير مرتبط بالجنس، مثال تليف الكيسي والمرض المهاق. الحالة الثانية، إذا كان المرض سائد، المرض يصيب جميع الأجيال، وجود ابن سليم ينحدر من أبوان مصابان، رأيناه. إذن في هذه الحالة نستنتج على أن الحليل المسؤول عن المرض فهو سائد. لماذا؟ لأن لدينا أبوان مصابان وابن ابنة لهما سليمة، وبالتالي لا يمكن إلا إذا كان المرض سائد ويصيب جميع الأجيال. ماذا كذلك يدل وجود إناث مصابات على أن الحليل المسؤول عن المرض أو أن المرض غير محمول غير مرتبط بإيغريك. بالنسبة لإكس في الحالة الصبغ الجنسي إكس، لاحظنا بالنسبة إذا كان الحليل المسؤول عن المرض متنحي نأخذ أم ونلاحظ أبنائها الذكور، هل هما مصابون؟ هل هم مصابون أم لا؟ أي استثناء غير مرتبط بإكس. في حالة إذا كان المرض سائدا نلاحظ الأب، نلاحظ الأب مثلا المصاب فهو يحمل إكس. إكس يحمل الحليل السائد المسؤول عن المرض وإيغريك، وبالتالي إكس سينقل إلى جميع إناثه بالضرورة، بما أن أي أنثى ثالث الإكس المسؤول عن المرض يجب أن تكون مصابة. هنا في هذه الشجرة نلاحظ ابنة سليمة من أب مصاب، إذن فهو غير مرتبط غير محمول على صبغي إكس. أو بنت سليمة وأبوها مصاب، فإن الحليل المسؤول عن المرض غير محمول على إكس، إذا المرض غير مرتبط بالجنس. إذن هناك مثال نذكر مرض الهانتنغتون الذي ترسمه في الدرس. بعد ذلك ننتقل إلى شجرة النسب التالية. لاحظوا معي هذه الشجرة النسب، لاحظوا على أن في ثلاث الأجيال الأولى نلاحظ غياب المرض ولا يظهر إلا في الجيل الرابع. سنتساءل ما سبب ظهور المرض في الجيل الرابع في حين كان غائبا في ثلاث أجيال. ونلاحظ هنا تزاوج تم بين ابن، بين هذا الرجل وهذه المرأة، وقمنا بخطين هنا بدل فقط خط واحد تم إنجاز خطين. ماذا نسمي هذا؟ يسمى فهدوء، ينتميان لنفس العائلة. إذن هناك مشترك بينهما، أحد الجد مثلا مشترك بينهما. إذن هنا نتكلم عن زواج الأقارب. زواج الأقارب يؤدي إلى الرفع من خطورة إنجاب أطفال مصابين. لماذا؟ لأنه يرفع من احتمال التقاء الحليلات المتنحية. فالحليلات المحليلين المتنحيين كان فيما سبق لكن لم يلتقيان إلا بعد حدود زواج الأقارب، وهنا تكمن خطورته لأنه يرفع من هذا الاحتمال. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل لحالة ثانية، في حالة إذا كان المرض أو المورث المسؤول عن المرض محمولة على صبغي جنسي، مرتبطة بصبغيات جنسية. أدعوكم إلى ملاحظة هذه الخريطة، هذه شجرة النسب. إذن هنا المرض فهو غائب في الجيل الأول ويظهر في الجيل الثاني، يعني أن الحليل المسؤول عن المرض فهو متنحي. نعم، ماذا قلنا لمعرفة هل إيغريك أم إكس؟ نلاحظ هنا يصيب الذكور والإناث، إذن فهو غير محمول على الصبغي الجنسي إيغريك. هل هو محمول على إكس؟ نلاحظ، سنبحث هل هناك استثناء. إذن بالنسبة لإكس ولدينا المرض متنحي، نأخذ امرأة مصابة. نلاحظ هنا المرأة المصابة جميع بنات ابنها الذكر فهو مصاب، هنا كذلك جميع أبنائها الذكور هنا ابنين مصابين من نفس الأم. إذا المرض متنحي، وجود إناث مصابات، إذا في الحالة المسؤولة عن المرض غير محمول على الصبغ الجنسي إيغريك. إذا كان المرض متنحي فكل أنثى مصابة جميع أبنائها الذكور يكونون مصابون، وهو ما نلاحظه في الشجرة في هنا. كما نلاحظ في كل بنت مصابة تنحدر من أب مصاب، إذا كان الأب مصاب فسنجد بنت مصابة. هنا المثال مرض الدالتونية. الحالة الثانية، المرض هنا فهو سائد،
نلاحظ هنا يصيب جميع الأجيال، نلاحظ أبوان مصابان وابن لهما سليم. ماذا عن علاقته بالجنس؟ هل هو مرتبط بالجنس؟ إذا نتذكر أنه فيما يخص نبدأ بإيغريك وجود إناث مصابات، يعني أنه غير محمول على إيغريك. ماذا كذلك؟ هل هو مرتبط بإكس؟ إذا بما أن المرض سائد فجميع أي أب مصاب بناته، جميع بناته سيكون بالنسبة للأب سيعطي بنات مصابات. في هذه الحالة لاحظوا أب مصاب، البنتان كلاهما مصابات. دونك هنا كذلك نلاحظ هنا بالنسبة للأنثى المصابة والبنت الأخرى. دونك إذا كان المرض سائد فكل أب مصاب جميع بناته مصابات، وكل ابن مصاب ينحدر من أم مصابة. كل ابن مصاب ينحدر لأنه يرث بالضرورة إكس من الأم ويرث إيغريك من الأب. مثال لذلك مرض الكساح المقاوم للفيتامين. الآن مع شجرة أخرى، لاحظوا معي شجرة النسب التالية. ما يثير انتباهنا هنا على أنه يصيب فقط الذكور، لاحظوا هنا يصيب فقط الذكور ولا يصيب الإناث. ماذا سنقول عنه؟ أنه مرتبط بالصبغة الجنسي إيغريك، لكنه لا يكفي، يجب التأكد من ذلك. يجب على أن يكون كل أب مصاب بالضرورة ابنه مصاب، لأن إيغريك يورث فقط بين الذكور. وإذا لاحظنا أو وجدنا أب سليم بالضرورة ابنه سيكون سليم. لاحظوا هنا أب سليم ابنه سليم، وأب مصاب الابنين معا فهما مصابان. هذا يعني يؤكد على أن المرض مرتبط بالصبغة الجنسي إيغريك. إذا يصيب فقط الذكور وجميع الذكور منحدرون من أب مصاب فهم مصابون. المثال لذلك هو كثافة زغب الأذنين كمثال لهذه الحالة. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى فيما يخص الشذوذات التي قد تحدث على مستوى الصبغيات عند الإنسان وما هي عواقبها. الشذوذات مرتبطة بالتغير في عدد الصبغيات لا جنسية. ماذا يعني ذلك؟ هو في هذا النوع من الشذوذات نجد زيادة مثلا في الصيغة الصبغية، في عدد الصبغيات. لاحظوا معي هذه الخريطة الصبغية، قارنوا بين الصبغيات. هناك مجموعة من الأزواج من الصبغيات، هل فعلا كلها أزواج؟ إذا لاحظنا هنا، لاحظوا فيما يخص الزوج 21، هل هو فعلا زوج؟ بدل اثنان نلاحظ هناك ثلاث صبغيات، إذا هناك صبغي إضافي، إذا نقول عنه ثلاثي الصبغي 21، ويسمى كذلك بمرض داون. إذا ثلاث صبغيات في الزوج 21. يعاني المصابون بهذا المرض من عواقبه من شذوذ جسدي وعقلي وقصر القامة ووجدي تقاسيم مميزة ويدي لها أصابع قصيرة. مجموعة من المميزات، ما هي الصيغة الصبغية؟ بدل 2N نلاحظ 2N زائد 1، والإضافة هنا تمت على مستوى A يعني أوتوزوم يعني لا جنسي. بدل 44 نجد 45 A زائد إكس إيغريك. مثال آخر لذلك، لاحظوا معي هذه الصيغة، هذه الخريطة الصبغية. هنا نلاحظ ثلاث صبغيات على مستوى الزوج 13 بدل صبغيين. دونك بدل أن يكون صبغيين فقط، ثلاثي الصبغي 13. خريطة الصبغية دائما جوج ان زائد واحد تساوي 45 ا زائد اكس ايغريك. لاحظوا الشذوذات أخرى. دونك بالنسبة لهذا الشذوذ سنفسره، كيف نفسر هذا الشذوذ؟ لماذا نجد في مكان الزوج 21 نجد ثلاث صبغيات؟ إذا الخلل حدث متى؟ عند تشكل الأمشاج خلال ظاهرة الانقسام الاختزالي. هنا الانقسام الاختزالي عادي، انطلاقا من زوج صبغي 21 تم افتراق الصبغيات خلال القسم الأول والمسمى منصف،
لأننا نمر من خلاله إلى اختزال عدد الصبغيات إلى النصف، ثم انقسام تعادلي لنحصل على أربعة أمشاج، كل مشيج يحتوي على صبغي واحد، فهي أمشاج نقول عنها عادية. لكن لاحظوا معي هنا ماذا حدث؟ عدم الافتراق أثناء الانقسام المنصف، عدم الافتراق الزوج الصبغي، ويهاجر الصبغيان إلى قطب واحد، مما يعطي خلية لا تحتوي على أحد صبغي 21 والخلية الثانية على صبغيين، ثم بعد ذلك انقسام تعادلي فنحصل على خليتان فقط، أمشاج غير عادية. الحالة الثانية عدم الافتراق أثناء انقسام تعادلي، انقسام اختزالي غير عادي، لكن أين حدث؟ متى حدث الخلل؟ لم يحدث في انقسام المنصف بل حدث في الانقسام الثاني، انقسام تعادلي، ونحصل على أمشاج كيف هي؟ غير عادية. هذا سيؤثر على بعد الإخصاب فنحصل على بيضة جوج ان زائد واحد ثلاثي صبغي 21. هذا فيما يخص الصبغيات لا جنسية. قد يكون كذلك خلل على مستوى الصبغيات الجنسية. نأخذ مثال لذلك، أمثلة. هنا نلاحظ لدينا ثلاث صبغيات XXX، Y فهو غير موجود. ثلاث صبغيات كلها X، نسميه ثلاثي الصبغي X. الحالة الثانية، لاحظوا أن لدينا هنا X X Y مرض كلينفلتر، والحالة الثالثة فقط صبغي X نسميه مرض تورنر، ونقول على أن في هذه الشذوذات هناك إما زيادة أو نقصان، فتتغير الصيغة الصبغية. بدل 2N تساوي 46 نجد إما 2N زائد 1 تساوي 47 زيادة، أو 2N ناقص 1 45. وهنا أدرجنا الصيغة الصبغية في كل حالة. مرض ثلاثي الصبغي X 2N زائد 1 45 عفوا A زائد 3X، 44 A زائد X Y، أو نقول 22 A زائد X. هنا نصحح 44 A، وهنا كذلك 44 A زائد 3X. تفسير ذلك كيف نفسره؟ دائما بنفس الطريقة، يعني حدث خلل على مستوى خلال الانقسام الاختزالي. ما هو هذا الخلل؟ ما نلاحظه هنا عدم الافتراق، لم يتم الافتراق للأزواج الصبغيات. إذن فالزوج الصبغي يهاجر إلى قطب خلية واحدة، وبالتالي نحصل على خلية لا تحتوي على الصبغيات الجنسية. بعد الإخصاب نفس الشيء هنا، وحدث انقسام اختزالي عادي. بعد عملية الإخصاب نلاحظ عند التقاء الأمشاج نحصل على خلية تحتوي على ثلاث صبغيات ثلاثي الصبغي X، نحصل على خلية عندما تلتقي مع خلية فارغة من حيث الصبغيات الجنسية X1، هنا ثلاثي الصبغي X، هنا مرض تورنر، هنا حصلنا على XX مع Y مرض كلينفلتر، وهنا فقط صبغي واحد Y في هذه الحالة يكون مميتا. الآن أعزائي التلاميذ سنتحدث عن الشذوذات نوع آخر. لاحظوا هذه الشذوذات، هل هي شذوذات في عدد زيادة أو نقصان في عدد الصبغيات؟ ماذا نلاحظ هنا؟ الحالة الأولى كل أزواج الصبغيات فهي عادية باستثناء هذا الزوج الصبغي رقم 5. ماذا نلاحظون هنا؟ دائما نعلم أن هذه عبارة عن صبغيات تكون متشابهة ولها نفس البنية ولها نفس الشكل. إذن هنا جزء ينقص جزء على مستوى هذا أحد صبغيي هذا الزوج. إذن نقول أن ضياع قطعة من أحد صبغيات الزوج 5. الحالة الثانية نقارن أزواج الصبغيات، هنا 14 و21، نلاحظ أن هنا فقط صبغي، وهنا عندنا لدينا ثلاث صبغيات، بحيث أن الصبغي ملتصق بأحد صبغيي الزوج 14. إذن هناك انتقال
انتقال صبغي 21 إلى صبغي 14. الحالة الثالثة ماذا نلاحظ هنا؟ بين 4 و 18 انتقال قطعة من الصبغي 14 وتلتحم مع 18. إذن هنا فهي عبارة عن شدودات، نسميها شدودات بنيوية، شدودات مرتبطة بخلل في بنية الصبغيات. ونشير إلى أن هذا النوع يكون الخلل في أحد الأزواج الصبغية أو في عدة أزواج، ومن بين هذه الأمثلة إما ضياع قطعة، إما انتقال صبغي بأكمله، أو انتقال قطعة صبغية. لكن هنا نتحدث عن انتقال متوازن، لماذا؟ لا يحدث أي ضياع أو زيادة، لأن فقط الصبغي ينتقل ويرتبط بصبغي آخر على مستوى الزوج 14. نحتفظ بمجموع المورثات، لكن الخلل يكون متى؟ يحدث عندما ينتقل إلى الأجيال الموالية. فتصوروا أعزائي التلاميذ، هنا ستحدث عملية تشكل الأمشاج، وستتكون خلية هنا فارغة مثلا، مما سيؤدي يعطينا مثلا حالة مرض تورنر. الآن يجب تشخيص هذه الشذوذات. كيف يتم تشخيصها؟ نتحدث عن تقنيات تشخيص قبل الولادة. ما هي مختلف هذه التقنيات؟ التقنية الأولى فهي تتمثل في الكشف بواسطة مسبار يوضع على مستوى البطن، ويسلط مجموعة من الموجات التي تخترق مختلف جسم هذا الحميل، ثم ترجع إلى المسبار حسب نوعية هذه الأنسجة التي تخترقها هذه الموجات، نسميها إذن فهو عبارة عن صدى، تقنية التصوير بالصدى. فهي تتمثل في إرسال موجات فوق صوتية بواسطة مسبار يوضع على الجلد، وتمكن من إظهار الأنسجة والأعضاء، فنحصل على صورة يتم تحليلها والكشف ما إذا كان شكل الحميل عادي أو يعاني من تشوه خلقي له علاقة بأحد الشذوذات الصبغية. لاحظوا معي التقنية الثانية، ماذا نلاحظ في التقنية الثانية؟ نستعمل هنا أخذ عينة من بواسطة حقنة، عينة من السائل السلوي. هذا السائل السلوي نجد فيه مجموعة من الخلايا الحميلية، دونك يتم أخذ عينة ويتم تحليلها. دونك أخذ عينة من السائل السلوي تعتمد على استخلاص عينة والذي يتضمن بعض خلايا الحميل. التقنية الثالثة يتم بواسطة استعمال منقاط خاص اقتطاع عينة من المشيمة، ويتم إذن تهدف هذه التقنية إلى اقتطاع عينة من المشيمة ذات مصدر حميلي، ويتم تحليلها. ما هو هذا التحليل الذي ينجز بما يخص هاتين التقنيتين؟ يتم إنجاز خريطة صبغية لهذا الحميل. من أجل ماذا؟ من أجل تحديد الشذوذات الصبغية في حالة تواجدها. ماذا كذلك؟ يتم تحليل الأدن الذي يمكنه من رصد المورثات، ما إذا كانت هذه المورثات عادية أم هناك خلل مثلا الطفرات. هناك تقنية ثالثة تتمثل في تحليل الدم مثلا في حالة مرض داون، يتم تحليل مواد بروتينية على مستوى دم الحميل من أجل استخلاص معرفة دم الحامل، من أجل معرفة هل هناك خلل يعني على مستوى وجود مرض داون. الآن سنتساءل عن كيف يتم، ما هي أهمية هذا التشخيص قبل الولادة، في ماذا تتمثل أهميته ومتى ينصح بإجرائه، دونك خاصة عندما يكون هناك تخوف من إصابة الجنين إذا ما كان سبق أحد أفراد العائلة لهذا المرض. دونك نقول في حالة إذا كان للأبوين أو لأحد أفراد عائلتهما طفل مصاب بشذوذ صبغي أو تشوه خلقي، إذا كان أحد أو تشوه خلقي، إذا كان أحد الأبوين يعاني من شذوذ صبغي رغم سلامة جسمه من الأعراض، حالة الانتقال الصبغي المتزن كما رأينا في الشذوذات الصبغية. عندما يتجاوز عمر الأم الحامل 5 و
63 سنة فما فوق لارتفاع احتمال إنجاب طفل مصاب بإحدى الشذوذات الصبغية مثل متلازمات الداون أو الثلاثي الصبغي 21. إلى هنا أعزائي التلاميذ نأتي على نهاية هذه الحصة من المراجعة، وأضرب لكم موعدا مع حصة مقبلة حول كيفية التعامل مع أسئلة الامتحان، وإلى اللقاء.